شكون اللي كيمشي الاحداث السياسيه الكبرى ديال العالم؟ الثوره الفرنسيه، الثوره البولشوفيه، الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه، ونزيد عليها حتى الحرب العالميه الثالثه. شكون اللي كيمشي هذا الشيء وفين باغيين يوصلوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة غادي نحاول ما أمكن نبسط ونلخص ونوجز واحد الحديث اللي هو شائك ومتشعب، وفيه واحد العدد كبير ديال التفصيل، وفيه واحد العدد ديال الغموض. هذا الموضوع هذا اللي كيطرحوه لي بعض الإخوان والأخوات في التعليقات هو الحديث على النورانيين والماسونية وعبادة الشيطان، واحد العدد كبير ديال الجمعيات اللي هي سرية. والسبب ديال هذا البحث وديال إثارة هذا الموضوع، السبب هو أنه خلال السنوات الأخيرة الأغلبية ديال الشباب الواعي والمثقفين والناس اللي كيقلبوا على جوهر الحقيقة بدأوا كيقلبوا على الأسئلة الكبيرة، خصهم يعرفوا الحقائق أكثر. وهذا دليل على أنه الضجيج الإعلامي اللي مخلوق في العالم منذ مرحلة ديال الحرب الباردة، أو بالأحرى منذ الحرب العالمية الثانية، واللي تزايد بواحد الغزارة خلال السنوات الأخيرة الماضية، هذا الضجيج كله لم يعد يشفي غليل الإنسان أنه باش يعرف الحقائق كاملة. كذلك حتى مناهج التعليم اللي قرات واحد النموذج معين من الفهم ديال الوقائع وديال الاحداث، هاد المناهج الانسان الا ما اكتفاش بها وخصو ما يكتفيش بها كيوصل لهاد الاسئله الجوهريه. اكيد انه كاينه اللي كيجمع هاد الاحداث وكيمسك بالخيوط ديالها وكيمشيها. ملي كنتكلم دائما الاخوان والاخوات على الدور ديال العقيده في تسيير الاحداث السياسيه الكبرى وفي الحروب، بزاف الناس كيستبادر الذهن ديالو انه مثلا الشعوب ملي كتقرا الانجيل او الكتاب المقدس او القران الكريم او اي شيء اخر ملي كيقراه كينوضوا ينفذوا، وهذا هو اللي كيفسر الاحداث كيفاش غادا، وبالتالي كيتبادر الذهن ديالو بانه ربما هذا التفكير ناقص او التفكير لا يواكب العلم، لا يواكب الحضاره، لا يواكب. لا، هذا خطا. من اللي كنقصد بانه الجانب العقدي كنقصد يعني المتحكمين في الامور كتجمعهم واحد العقيده، يعني اللي كيمشيو الاحداث كيمشيوها وفق واحد العقيده، عندهم واحد الحلم، عندهم واحد الهدف باغيين يمشيو ليه العالم. هادشي اللي كنقصد. اما اللي كيكونوا على ظاهر الاحداث وكيكونوا احجار على رقعة الشطرنج وبمثابه اداء ادوار واداء يعني وظائف شكليه، هادو لا، ماشي مطلوب منهم تكون عنده عقيده، بالعكس هادوك كيتختاروا عناصر من اللي كيكون العلاقه ديالهم بالدين كتكون ناقصه او ما كتكونش بالاحرى، ولكن المتحكمين في الخيوط دائما كتكون عندهم عقيده هي اللي كتجمعهم وكيكون عندهم واحد الهدف منشود. كاين واحد الغموض، واحد الاختلاف، واحد التشويش من اللي كنتكلموا الماسونيه واش هي النورانيين واش هي الماسونيه الى غير ذلك. غادي نحاول نبسط. الماسونيه قديمه في التاريخ، وهي حركه في الاصل كانت حركه الهدف ديالها هو محاربه المسيحيه. الماسونيه تاسست مباشره من بعد الحادثه ديال رفع عيسى عليه السلام، وتأسست في عهد ديال الملك اليهودي أغريبا الثاني حوالي 32-33 ميلادية، من بعد ما عرفت فلسطين ديك الأحداث كلها فين كانت المملكة ديال اليهود، وهذيك المملكة كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية. كان من بعد ما انتهت ديك القصة ديال الرفع وفي المسيحية كيأمنوا بالصلب، كان هاد الحاكم هذا أغريبا الثاني كان نادى على مجموعة من اليهود كل سبط من الأسباط ديال بني إسرائيل واحد، وأسس واحد التنظيم سري. هذا التنظيم شنو هو؟ هو قال لهم ما بغيناش الخطأ يتعاود كيف ما وقعنا مع عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام من بعد نهاية الحادثة كانوا الحواريين ديالو كانوا تفرقوا في الأقطار، وكان فيهم اللي يعني اختفى
والدعوه كانت بدات كتنتشر في الخفاء. اذا هنا تاسس هذا التنظيم هذا باش يواجه انتشار المسيحيه. لاحقا غادي يتحول التوجه ديال هذا التنظيم هذا الى محاربه الاديان. الهدف ديال هذا التنظيم في البدايه كان هو محاربه المسيحيه، والفكره هو العمل في الخفاء والعمل في السر من اجل ضرب اي واحد وضرب جميع العناصر والمحاربه ديال جميع العناصر اللي بقى متمسكه بالدعوه ديال عيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام الدعوه ديالو هي استمرار الدعوه ديال موسى عليه السلام. كان الهدف هو استعمال جميع الوسائل، منها الاشاعه، منها تشويه السمعه، منها التلفيق، منها الى غير ذلك. اذا الماسونيه في الاصل هي كفكره، في الأصل فكرة، هي ممارسة العمل السري وممارسة في الخفاء، والتنظيم خصو يكون سري ما معروفش ومعروف العناصر ديالو. هاد العناصر كلها متوجهة نحو الهدف ديالهم. لاحقا في سنة 70 ميلادية غادي يتسلط الأمبراطور تيتوس الأمبراطور الروماني، وغادي يمحي المملكة ديال اليهود، وغادي يحطم هيكل سليمان. هيكل سليمان كان فيه معبد يسمى السنهدرين، معبد السنهدرين. هذا السنهدرين هذا هو اللي كان كيجمع الحاخامات الكبار الكهنه، وكان فيهم كل واحد سبط من الاسباط ديال بنو اسرائيل. شكون هما الاسباط ديال شكون هما بنو اسرائيل؟ بنو اسرائيل هنا هما ولاد سيدنا يعقوب. يعقوب هو اسمه اسرائيل، سماه الله. اسرائيل المعنى ديالها الترجمه هي عبد الله. هاد السنهدرين كان واحد المعبد كيجمع واحد من كل الاسباط، يعني كل السبط من الاسباط ديال بنو اسرائيل كان فيهم ممثل واحد. هاد المعبد هذا ديال السنهدرين كان هو اللي كيمشي الشؤون الخاصه ديال اليهود، لان الامبراطوريه الرومانيه كتعطيهم شبه حكم ذاتي. المسائل العقيده ديالهم والشريعه والمسائل الديانه الى غير ذلك كانت تما كتفك، وكانوا هذوك هما الحكماء وهما الحكام وهما القضاة، وكانوا هما العلماء بالشريعة وفق النظرة ديالهم ديك الساعة. الشريعة كان ديك الساعات كان كيحتكروها هذوك الكهنة، وما كانتش كتكتب وما كانتش معلونة وما كانتش كتنشر. وهذه من الأسباب ديال ديك السجالات اللي كان كيخوضها سيدنا عيسى عليه السلام مع الباقي ديال دوك الكهنة في معبد السنهدرين، وكان دائما كيتهمهم كيقول لهم بأنه العقيدة الأصلية ديال موسى بأنكم حرفتوا زدتوا نقصتوا حرمتوا شي حوايج حلال حللتوا شي حوايج حرام، وكان كيتهمهم كيقول لهم بأن هاد العقيدة بديتوا كتحرفوا كتلعبوا فيها، وبأنه استغليتوها من أجل جمع المال واكتناز الذهب والربا والصرافة إلى غير ذلك. ملي تشتت المملكة ديال بنو إسرائيل مملكة اليهود سنة 70، اليهود انتشروا في عموم الكرة الأرضية، والأغلبية كانوا توجهوا نحو أوروبا، الأغلبية كانوا توجهوا نحو أوروبا. ولكن الفكرة الماسونية ممارسة العمل السري تبدل واحد التغيير. من بعد التحطيم ديال مملكة اليهود الهدف ولا شنو هو؟ الهدف وهو إعادة بناء الهيكل المدمر، والهيكل خصو يرجع كمقر للمال والأعمال والصرافة ومقر ديال الاقتصاد العالمي كيف كان. تحول الهدف، والهدف من بعد ما كان محاربة الدين المسيحي ولا هو محاربة كافة الأديان. هذه الفكرة هذه انتشرت عن طريق اليهود، وبزاف الناس كيجيب لهم الله الماسونية، كاين اللي كيتخلط، كاين اللي كيقول لك نشأت عن فرسان الهيكل اللي كانوا هما اللي اطروا الحروب الصليبيه، كاين اللي كيرجع لها التاريخ، كاين اللي كيرجع لها التاريخ، كاين اللي كيقول نسبها بظهرات في هذه الدوله وهذه الدوله، كاين اللي كيحير كيقول واش هي النورانيين، واش هي عباده الشيطان، واش هي تنظيم الجمجمه والعظام الى غير ذلك. لا، هذيك مجموعه ديال الاشكال كلها كتسمى الماسونيه. الماسونيه هي فرق وجمعيات وحركات سريه كيختلفوا من قطر لقطر، من وقت لوقت، من زمن لزمن، من قرن لقرن حسب الظروف، ولكن دائما كيبقى العمل والهدف الكبير شنو هو؟ هو إعادة بناء الهيكل في مدينة فلسطين، وإرجاع الهيكل هو العاصمة المالية والروحية ديال العالم، وتوحيد العالم. الهدف العام هو توحيد العالم نحو الهيكل،
هذا هو الفكره العامه، وكيخليو المرونه لجميع الحركات كلها تعمل. احيانا كيقدر يكون ما كاينش اتصال، ولكن العاده في العام كل شيء كيعمل ليه. اذا هنايا باختصار غادي نقطعوا هذه المرحله كلها حتى غادا تجي القرن 18. الفكره اللي كانت سائده عند مجموع اليهود عبر التاريخ، وهو انه كيتسناو المخلص الهمسيحاه او الهمشيحاه، هذه الفكره اللي كانت عندهم، كيتسناو نزول المخلص، وهو اللي غادي يبني الهيكل، هو اللي غادي يبني العاصمه الابديه ديال اليهود، وغادي يمكنهم في الارض، وغادي يحكموا شعب الله المختار الى غير ذلك. الى غايه القرن 18 هنا غادي يظهر واحد الاجتهاد، واحد التغيير في الفكر اليهودي. شنو كيقول هذا التغيير؟ كيقول بدل انتظار قدوم المسيح من اجل ان يكون هو المخلص، وهو اللي غادي يمكن وغادي يجمع الشتات الى غير ذلك، احنا خاصنا نوجدوا الفرصه باش انه يظهر. يعني احنا خاصنا ناخذوا المبادره، ما خصناش نبقاو نتسناو. راه نفس هذه الفكره هي اللي كان طبقها الخميني في المذهب الاثنا عشري في ايران. الامام في الشيعه عندهم الفكره ديال انتظار المهدي المنتظر الى غير ذلك، ولكن هو التغيير اللي كنفكر كان قال اودي في انتظار انه يظهر الامام الاثنا عشر، اننا خصنا نوض وحنايا ندير واحد الخليفه ديالو، واحد البديل اللي كيتسمى هو الفقيه. الفقيه نعطيه الولايه انه يقوم مجموعه ديال الاعمال في انتظار ظهور الامام الاثنا عشر المخلص المهدي المنتظر الى غير ذلك. اذا الفكر الديني هنايا في القرن 18 غادي يوقع فيه واحد التغيير جذري، غادي يقول عوض ما حنا نتسناو الظروف تهيئ وعاد نرجعوا من عصر الشتات وبناء العاصمه وبناء الهيكل ونزول كذا والتمكين في الارض، حنا خصنا نوجدوا له. هنا غادي تظهر البوادر ديال تنظيم النورانيين. غادي تظهر البوادر ديال تنظيم النورانيين، وغادي يظهر تنظيم النورانيين بصفه رسميه في 1771. هنا غادي يظهر رسميا في القرن 18، وهذاك القرن 18 هو اللي كنعرف احداث المسرح ديالها هي اوروبا الشرقيه، ملي كانت ديك الساعه روسيا القيصريه ضمت واحد المجموعه ديال الاراضي من هالمنطقه اللي كانوا ساكنين فيها، المنطقه اللي كانوا متجمعين فيها يهود الخازار. روسيا القيصريه هي اللي كانت دمرت المملكه ديال يهود الخازار. يهود الخازار فين؟ مملكه الخازار هي فين كاين دابا اوكرانيا. اليهود كيعتبروا بانهم فقدوا جوج الممالك، وعندهم الهدف يبنيوا جوج الممالك. المملكة الأولى هي مملكة اليهودية في فلسطين، المملكة الثانية هي مملكة الخازار. إذا هذيك المملكة ديال الخازار فين كاين دابا أوكرانيا، هذه كانت مملكة يهودية. اليهودية ما معناها؟ ماشي أنهم هم اليهود الأصليين، ولكن قوم تهودوا. هنا فين كاين الفرق؟ راه كاين اليهود وكاين الذين تهودوا. إذا ملي وقعت ديك الاحداث، انا كنقول لكم باختصار خلال القرن 18، هنا دوك اليهود ديال ديك المنطقه بقاو كيفكروا، وزاد لهم واحد الدافع انهم بصح خصهم يلقاو حل. شنو هو هذا الحل؟ هو انهم يخطوا اولا لايجاد فلسطين، يعني ارض الميعاد وتاسيس الدوله الى غير ذلك، وهذيك هي اللي خلاتهم انهم يسلكوا السبل باش بداو كيخموا باش يوجدوا وطن بديل. بداو كيخموا انه الاطاحه بالملكيه في روسيا، بداو كيخموا ومن خلالها السيطره على روسيا، ثم من خلالها تحطيم الخلافه العثمانيه. اذا هذه الاحداث هذه في خضمها ظهر تنظيم النورانيين. تنظيم النورانيين اول واحد كيعلن التاسيس ديالو علانيه هو ادم ويز هاوبت. ادم ويز هاوبت هذا الماني يهودي، هو اللي كان وضع التنظيم ديالو سري. شنو هو هذا التنظيم ديالو؟ قال بانه حنايا غادي ناسسوا واحد التنظيم، الهدف ديالو هو السيطره على العالم. كيفاش غادي نسيطروا على العالم؟ عن طريق محاربه جوج ديال الحوايج. الشيء الاول هو محاربه الدين والكنيسه في عموم اوروبا،
يعني البوادر ديال العلمانية، لأنه الدين السلطة كتوقف أمام الأطماع. ثم كتعرفوا بأنه الدين السلطة في المجتمع كيمنع باقي الديانات أنها تغلغل أو لا تفسد الإنسان المسائل اللي يعني اعتبر الدين بأنه خصم. إذا الهدف هو إزالة السلطة ديال الدين، ومن اللي كنزولوا السلطة الدين اوتوماتيكمون راحنا كنزولوا السلطة ديال الأسرة، السلطة ديال الرجل، السلطة ديال يعني بزاف ديال السلطات كتناسل من إزالة سلطة الدين. من اللي كتحيد السلطة ديال الدين في المجتمع كيسهل عليك أنك تسيطر على شحال ما بغيتي ديال الناس. من اللي كتحيد لهم الدين كيولي ما كاينش فرق ما بين الإنسان وغير الإنسان، يعني كيولي لا فرق. الدين كتكون عنده سلطة، وكيمكن الإنسان غير متدين أو ما عندوش فكرة على الدين أو لا ملحد، كيمكن عبر الوسائل الأخرى أنك تقودو فين ما بغيتي. إذن السلطة الأولى هو محاربة الكنيسة، السلطة الثانية هو محاربة جميع أنواع السلطات، وفي مقدمتها السلطة السياسية. السلطة السياسية كانت مجسدة في أوروبا آنذاك في الحكم الملكي، في الملكيات، لأن الملكيات كانت كتشكل واحد الحاجز، وكانت كتشكل واحد الإطار ديال القوة السياسية كيحمي ديك النطاقات كاملة من أي عوامل خارجية. أوروبا ديك الساعات كانت مسيطرة عليها الكنيسة والملكيات، جوج الحوايج، إذا خداو على الاعتبار أنهم يحيدوا هاد جوج ديال الحدود باش يمكن لهم يسيطروا على الإنسان، وكيمكن لهم يبنيوا الهدف اللي هما غادي ليه. طب هاد آدم ويز هاوبت كان تلاقى بناتان روتشيلد، كتسمعوا هاد السمية، هاد السمية اللي راه غادي تسمعوها في جميع الأحداث اللي دازت منذ بداية القرن 19 وطيلة القرن 20. كان تلاقى بروتشيلد، عرض عليه الفكرة، روتشيلد كان مولها. ملي تكتشف الأمر ديال تنظيم النورانيين في 1700 تقريبا و76، هنا يا ادم تكتشف الامر وتكتشفت الوثائق، هادشي بكل اختصار. والاكتشاف كان نتيجه ديال واحد الخطا، شنو هو؟ هو انه احد الافراد اللي كانوا كيحملوا هاد الوثائق هذه كانت ضربات صاعقه في بافاريا، يعني في المانيا، وكان ديك الساعه متوجه داك العنصر كان متوجه نحو فرنسا. فرنسا ديك الساعات كانت المحافل الماسونية انتشرت، وكانت بدات كتوجد انها باش تطيح الحكم الملكي في فرنسا وتقوم الثورة الفرنسية. وكانت من اولى ديك المطالب ديال الثورة الفرنسية هي ازاحة الدين وبناء العلمانية، هذا هو المطلب الاول اللي كان اساسي. ثم المطلب الثاني كان هو ازاحة الحكم الملكي. أول تطبيق الأحلام والأهداف ديال النورانيين كان في الثورة الفرنسية 1789. إذا الظهور ديال تنظيم النورانيين كان هو هذا. في ديك الوثائق ديال التأسيس، من ديك الوثائق ديال التأسيس غادي تكشف الأمر ديال تنظيم النورانيين. تنظيم النورانيين هذا إلى قرن ما بين الأهداف ديالو اللي كتب وما بين الأحداث اللي وقعت في القرن 20 وحتى 21، غادي نلقاو حقا بأن هذا تنظيم النورانيين تمكن باش يتغلغل في المفاصل ديال الاقتصاد العالمي والمفاصل ديال الصناعة العسكرية والتكنولوجيا إلى غير ذلك. وبالصح بأنه موجه الأحداث، وبالصح بأن البصمات كاينة. من الوسائل اللي كيقولها تنظيم النورانيين هو خلق البلبلة والانقسامات والأزمات وخلق الصراعات، وكاين اللي كينسب ليه كذلك أيضا خلق خلق الفيروسات بالإضافة إلى اصطناع الحروب إلى غير ذلك. إذن هذا التنظيم هذا اعتبر هذه الوسيلة هي أسهل وسيلة للسيطرة، ومن الوسائل دياله أيضا أنه إزاحة كافة الأديان بجميع الطرق. ومن الأهداف دياله كذلك الوسائل باش يسيطر على الإنسان هو هادشي اللي كنشوفوه دابا ديال انتشار العقيدة اليسارية. شنو هي العقيدة اليسارية؟ العقيدة اليسارية هي ضد المحافظة. المحافظة الاتجاه المحافظ شنو هو؟ كيكون دائما مدعوم بالاعتماد على الدين، التقاليد، العادات، التاريخ، الثقافة إلى غير ذلك. الفكر اليساري لا، الفكر اليساري راه ماشي هو الاشتراكي، كاين بزاف الناس كيتخلط لهم. الفكر اليساري كيتميز مساندة المثلية، تصعيب أمر الزواج،
أو لا منع الزواج، وبتصعيب المهام ديال التوالد ديال البشريه. وهو هذا الشيء اللي كنشوفوه دابا بدا كينتشر، وبدات واحد العدد ديال الحكومات في اوروبا الغربيه ظهرت غير خلال مثلا السنه الماضيه او لسنتين، بزاف ديال الحكومات اللي طلعت يساريه، وهذا الشيء ما كانش صدفه، وهذا الشيء ما كانش غير هكا عشوائي. اذا تنظيم النورانيين في الوثائق ديالو الاصليه مذكوره تخطيط للثورة الفرنسية، ثم الثورة البولشوفية حتى هي وقع نفس القضية اللي كانت وقعت في الثورة الفرنسية، ثم الإطاحة بالقيصر الحاكم في روسيا في الثورة البولشوفية، وتم اعتماد الإلحاد كعقيدة. يعني وهاد الجوج ديال الثورات كانوا هما اللي تفرخت منهم الوجه اللي كنشوفوه حاليا في العالم. كان أول دستور مكتوب كان ظهر في فرنسا، كان البيان العالمي لحقوق الإنسان ظهر في فرنسا، كانت ديك الساعات العلامة والسيمة ديك الرموز الماسونية كانت ظهرت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فرنسا. أصلا ديك الخمسة اللي كانوا هما القادة ديال الثورة الفرنسية كانوا نورانيين، منهم روبسبير، منهم الصحفي دانتان، منهم الأخ ديال لويس 16 اللي حتى هو كان استقطبوه النورانيين وكان تواطأ ضد خوه الملك لويس 16. يعني الشخصيات كلها كانت نورانية. كذلك لاحقا في الثورة البولشوفية، الثورة البولشوفية كان واحد العدد من الزعماء كانوا أصلهم يهود، وهادوك اللي نجحوا في الثورة البولشوفية كانوا تواطؤوا ضد روسيا القيصرية، وتخلوا على واحد المجموعة ديال الأراضي الروسية لفائدة الحلفاء. كذلك الحرب العالمية الأولى هذه راها مذكورة في الوثائق ديال النورانيين. هذا الشيء كنقول لكم يعني باختصار، مذكورة كيف قلت لكم الثورة الفرنسية، مذكورة الثورة البولشوفية، مذكورة الحرب العالمية الأولى، وذاكرين حتى الحرب العالمية الثانية، وذاكرين حتى الحرب العالمية الثالثة. وكانت عنه بالبصمات أيضا في قيام الولايات المتحدة الأمريكية وفي كتابة الدستور الأمريكي. مثلا إعلان استقلال ديال الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت فيها 40 شخصية، 19 الشخصية الأولى كلها كانت ماسونية. كذلك في توقيع اتفاق ديال استقلال الولايات المتحدة الأمريكية وقعوا 4 ديال الناس، جوج كانوا ماسونيين. والولايات المتحدة الأمريكية اصلا تاسات اللي وضع البرنامج ديالها والعمود الفقري ديالها واللي دار حتى المعمار ديالها الهندسي كانوا كلهم ماسونيين، والرموز ديالهم راها مذكور الرموز ديالهم، لان الماسونيين فيما كيديروا شي حدث كيخليوا الرموز ديالهم. غادي تلقاو الرمز ديال الماسونيه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ديال فرنسا، غادي تلقاوه في الدولار، غادي تلقاوه في واحد العدد ديال الامور، غادي تلقاو جورج بوش الاب عضو في تنظيم ماسوني كيسمى سكال اند بونز، سكال اند بونز. غادي تلقاو الابن وغادي تلقاو الاب حتى هو عضو في هذه الجمجمه والعظام، وجميع العائله ديال بوش حتى هي كذلك ماسونيه. غادي تلقاو كذلك بعض الاحداث الكبرى، مثلا تدمير العراق في 2003، الهدف الظاهري اللي تعطى هو السيطره على البترول او الدمار الشامل او الديمقراطيه، هذاك الهدف الغطاء اللي كان غير في الواجهه، ولكن الهدف الخفي شنو هو؟ هو تدمير القوة التي كانت تهدد المنطقة وتشطيب المنطقة من أي قوة مناوئة قد تؤثر أو تشوش أو تزاحم العملية الأخرية اللي كيخططوا لها وهو بناء الهيكل. إذا الماسونية والحركات السرية، الحركات السرية كاملة، فما هيش كلها جسد واحد، وما هيش كلها كذلك تنظيم واحد، وعندهم تنظيمات داخلية مختلفة. غادي نتلقاو الماسونية في أوروبا ماشي هي الماسونية في أمريكا، اللي هي في أمريكا ماشي هي مثلا في الشرق الأوسط. غادي نتلقاو اختلاف ما بين الأقطار، غادي نتلقاو اختلاف ما بين وجهات النظر، ولكن الفكرة الأساسية هي ممارسة العمل السري باستقطاب النخب النافذة والمؤثرة. هاد النخب النافذة والمؤثرة تعتمد وسائل منها خلق الصراعات والبلبلة إلى والاضطرابات إلى غير ذلك، باش أنها تسيطر على العالم. وهاد السيطرة كلها كتجسد في إنشاء قطب واحد في العالم، هو اللي خصو يكون، مخصوش يكونوا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة الأقطاب، قطب واحد يكون فيه الحاكم واحد، الديانة واحدة كتسمى العقيدة السرية. ربما هذه من بعد تجي الظروف
ونشرحها لكم، هي اللي كتمثلها الأمم المتحدة، ويكون كذلك حلف عسكري واحد، لغة واحدة، مفاهيم وقيم واحدة. والهدف الأكبر شنو هو؟ التمهيد لعملية بناء الهيكل في فلسطين وتحويل الهيكل إلى مقر الاقتصاد العالمي ومقر روحي. إذن هذا باختصار اللي أعطيتكم أنا. الإخوان والأخوات باش تعرفوا القيمة ديال هذا الشيء، هو أن خصكم تعرفوا واحد الحاجة، وهو أنه الأحداث عبر التاريخ دائما كنقولها وأكررها، الأحداث عبر التاريخ دائما كيكون فيها ظاهر وباطن. كيكون في الأحداث من اللي كتوقع كيتعطاو لها واحد التفسيرات اللي كتكون ظاهرية وكتكون صحيحة، ولكن تحت منها كتكون كذلك محركات وأسباب ومسببات اللي هي كتكون خفية، باش الإنسان من اللي غادي يبغي يحلل مثلا وفق النظرية المادية التحليل ديالو كيكون صحيح، ولكن كيموه على التحليل الأصلي. أي حدث كيكون عنده ظاهر وكيكون عنده باطن، هذه هي اللي كتصعب الخطورة ديال أن الإنسان يكتشف أشنو شيء. كيبقى الطريق الوحيد كيف كنقول دائما هو أن الإنسان باش يعرف هذه الأمور، الطريق الوحيد هو أن لا يستسلم للضجيج الإعلامي والبلبلة الإعلامية والتشويش الإعلامي وهذا الفيضان في المعلومات وهذا الكم الهائل اللي كتسقطر على الذهن ديال أي إنسان في العالم. هذه راها عوامل مشوشة. الطريق هو أنه الإنسان يرجع شوية للتأمل، والتأمل راه أسلوب من الأساليب ديال اكتساب المعرفة. بزاف الناس كيستهنوا بهاد الامور وكيعتبروا بانه المعرفه باش الانسان يكون عارف ويكون، هو انه يتعرض لاكبر كميه ديال انه يستمع ويشوف ويتلقن فقط، وكيعتقد الانسان بانه قد مجمع ديال المعلومات ديال حول هذا الشيء اللي كيتسمع، كيعتقد بانه كلما زاد علما، وهذا خطا. راه كاين اساليب اخرى ديال المعرفه، من اهمها واقدمها طرق ديال الصمت والتأمل، وإلا ما كناش غادي نشوف مثلا قادة تاريخيين كبار، ما كانوش مؤلفين، ما كانوش كتاب، ما كانوا عندهم دكتورة، ما كان عندهم ديبلوم، مع ذلك كانوا قادة. مثلا غير الخلفاء الراشدين مثلا، حتى شي واحد فيهم ما كتب شي كتاب، حتى شي واحد فيهم ما دخل شي معهد، حتى شي واحد فيهم ما كان كيهضر بالفارسية ولا كيهضر بالانجليزية ولا كيهضر، ولكن مع ذلك كانوا قادة. إذا ركينا طرق أخرى ديال المعرفة، ولكن هذا ما كيعنيش بأنه أي واحد كيمكن له أي كل من هب ودب يتلوح على المنبر او لا يتلوح على الطاولة او لا يتلوح وبدأت هو يشرح للناس هذه كاين هذه كاين هذه كاين، الا ما خصوش يكون استبداد، خص تكون واحد الحد الادنى من المعرفة الانسان اللي كيكتسبها ولو تكون بسيطة، والبقي خصو يخدم العقل ديالو باش يوصل الحقائق. يستحيل 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 الاحداث اللي كتكون كبرى اننا نفسروها فقط بدك الشيء اللي كنسمعو التراشقات ديال الاطراف. علاش؟ لانه الاطراف اللي مسيطرة على الساحة الدولية راه هي نفسها مسيطرة على الساحة الإعلامية، ويستحيل الأطراف المسيطرة على العالم أنها تستغنى على الإعلام، ولا كانت كتسيطر هي على الإعلام يستحيل أنها تعطيك المعلومات اللي تفيق أو لا تعطيك تقول لها كيفاش كتم السيطرة، يعني ما يمكن لهاش تعطيك الأسلحة ديالها. يعني والحل أشنا هو؟ الحل هو أنه إمطار العالم وإمطار العقل والمستمع والمشاهد بواحد الكم هائل، ملايين الصور اللي كيلتقطها الإنسان يوميا عبر وسائل الإعلام الدولية وعبر السينما وعبر المسرح، يعني وسائل لا حصر لها، هذه كلها كتكب على الإنسان باش حتى كيوصل العقل الإنساني لواحد المرحلة ديال شبه انهيار، آنذاك كيقبل النماذج اللي هي جاهزة. وهذا راه أسلوب من الأساليب ديال الحرب النفسية اللي توضعات الأساس ديالها والتطبيق ديالها الفعلي أثناء الحرب العالمية الثانية. الحرب النفسية ما معناها؟ هي أنك كتمطر الضحية بواحد الكم الهائل من المنشورات ومن الأخبار ومن الإشاعات ومن الأقوال المتضاربة والتحليلات المتضاربة إلى غير ذلك. الهدف أنك كتجعله في واحد الوضعية أنه شبه منهك أو لا منهك، في القمة ديال الإنهاك، أنا دك يسهل عليك أنك توصل له الرسالة ديالك بكل سهولة. وهذه هي اللي كيتسمى قصف العقول أو لا غسيل الدماغ. هاد قصف العقول او لا غسيل الدماغ ماشي المسلمين هما اللي داروا لهاد النظريه ديالو، ولكن هادو راهم
كتاب غربيين هما اللي عطاو هذه المعلومات كامله. كنتمنى من الاخوان والاخوات ما نكونش ثقلت عليهم بهذا الكم ديال المعلومات اللي هي كتبقى جد بسيطه، ولكن راه ممكن من بعد كذلك نزيدوا كذلك نفسروا. كنبغي نشير غير بانه العقيده ديال هاد النورانيين والعقيده ديال الماسونيه ربما الان انتم عرفتوها. العقيده يعني الاصل ديالهم راه ماشي هو غير له او مسائل اقتصاديه، لا هذه راه عقيده، نظرا لانه الديانه اليهوديه كتشوف بانه الشعب الله المختار، وبان خصو يرجع يبني الهيكل ديالو، خصو يرجع يبني المملكه ديالو. اذا غادي نشوفوا حتى غادي نعياو الخلاصه اللي غادي نوصلوا ليها. غنوصلوا للخلاصه بان هاد الجمعيات السريه والمنظمات السريه والماسونيه والنورانيين وجميع هاد الناس كاملين هادو كلهم راهم فروع ديال واحد الاصل اللي هو ديني. هذا الاصل الديني هو اللي عنده نبوءه، لان كاينه نبوءه ديال انبياء بنو اسرائيل كتقول بانه راه غادي تعاود جمع الشمل، وغادي تعاود كذلك النصره ديال الشعب اليهودي، وغادي تعاود كذلك لهم المجد، وغادي يرجعوا يحكموا العالم. اذا ها حنا درنا حتى عينا ورجعنا بانه الاحداث كلها تتحرك وفق واحد الوجهه دينيه. في الاخير كيمكن لي نشير فقط بان هذه المعلومات اللي عطيتها لكم صحيحه، التحليل ربما يكون فيه شي حاجه هي هذيك شي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن هذه المعلومات وهذه الاحداث راه انا عطيتها صحيحه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.